سؤال اللي بعرفه أنا. أنت الشيء اللي ناقصك لقيتيه عند أبو عصام وصارت حياتك أحسن. بس أنا وولادي ما بنعرف إذا حياتنا صارت أحسن. أنت مو سؤال اللي بعرفه. سعاد هي هي، ما تغيرت، لا طولت ولا قصرت ولا بعدت. القلب وما يهوى، ما بقدر أقول لك شيء. بس لما بترجع أبو عصام اللي بعرفه، ساعتها بحط راسي على المخدة اللي حاطت راسك عليها. باب الحارة، الجزء السابع، رمضان يجمعنا.